الباست بيرفكت تنس ده بيتكون من ايه؟ الفورم بتاع الباست بيرفكت تنس. الفورم بتاعته ان انا هبدا في السبجكت والهاد والبي بي الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرست. الباست بيرفكت تنس ده اللي هو الزمن الماضي التام ده انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه علشان اعبر عن to express an earlier action حدث سابق لاحداث ثانيه. ماشي؟ حدث ايه؟ حدث سابق لاحداث ايه؟ لاحداث ثانيه. خلاص؟ ماشي؟ يعني الحدث ده حصل قبل احداث ثانيه او قبل مده زمنيه معينه. اقول ايه مثلا؟ باي ذن، قبل ذلك الوقت. باي ذن يعني ايه؟ باي ذن يعني قبل ذلك الوقت. she had written two notes. She had written two novels. كويس؟ يبقى ده كده مش حدثين، انا بتكلم على حدث واحد بس في الجمله بس سابق لفتره زمنيه معينه. She had finished her homework. She had finished her homework. هي خلصت الهومورك. She had finished her homework by 2 o'clock قبل الساعة 2. By 2 o'clock يعني الحدث ده خلص قبل الفترة الزمنية ايه؟ قبل الفترة الزمنية دي. خلاص؟ طيب. يبقى انا كده هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي حدثين، هيبقى عندي حدثين. earlier action يعني الحدث الأول، وبعدين ده السكند اكشن، ده الفيرست، ده الفيرست اكشن انا بدرس لحضرتك. خلاص ده الفيرست اكشن ده الحدث الاول وده السكند اكشن الحدث الايه؟ الحدث الثاني. ده واحد وده اثنين، وانا عايز ايه؟ ارتب ما بين الفيرست اكشن والسكند اكشن. الحدث اللي حصل الاول والحدث اللي حصل بعد كده. فهستخدم مجموعه روابط، اول مجموعه روابط اللي هي ايه؟ after و as soon as. after و as soon as. الاثنين دول هيجي بعدهم ايه؟ الفيرست اكشن الحدث الاول. الفيرست اكشن اللي هو في الايه؟ في الباست بيرفكت يعني هاد وي البي بي. وبعدين السكند اكشن الحدث اللي حصل بعد كده ليتر اكشن. ده الايرليير اكشن الحدث اللي حصل الاول. وبعدين الليتر اكشن الحدث اللي حصل بعد كده اللي انا هحطه في انهي زمن؟ في الباست سمبل تنس. مثلا اقول ايه؟ after the train had left. after the train had left. بعدما غادر القطار. فالقطر ايه؟ القطر مشي الاول. ايه اللي حصل بعد كده؟ I reached at the station. I reached انا وصلت. I reached the station. انا وصلت لايه؟ وصلت المحطة. يبقى ده الفيرست اكشن، ده واحد. وده سكند اكشن، ده اثنين. يبقى after و as soon as الحدث واحد وبعدين الحدث ايه؟ اثنين. فيرست اكشن وبعدين السكند ايه؟ وبعدين السكند اكشن. خلاص دول مع ايه؟ مع after و as soon as. وبعدين في مجموعة روابط تاني اللي هي ايه؟ اللي هي before و by the time و when. before
divide the time when دول يجي بعدهم ايه السكند اكشن الاول الحدث الاخير الثاني اللي هو في الايه اللي هو في الباست سمبل وبعدين بعد كده الفيرست اكشن الحدث الايه الاول اللي هو في الهاد وي البيبي تمام يبقى العكس يبقى before by the time when 2-1 second action وبعد كده the first action العكس before by the time when the second action وبعد كده the first action يعني في الجملة اللي فوق دي كنت هقول ايه before my ايه before 2 before I reached the station before I reached the station Before I reached the station قبل ما اوصل المحطة كان القطار قد غادر يعني مش الأول The train had left Before I reached the station The name, the second action The train had left ده الحدث اللي حصل الأول The train had left كويس كده كمان قاعدة طيب في كمان قاعدة اللي هي بتاعت ايه بيكونس بس سيبوا القلم leave your pens leave your pens leave your pens because بجيب بعدها السبب الكوز السبب سبب ان حاجة حصل وهنا بجيب الرسم النتيجة كويس السبب بيحصل الايه الاول السبب بيحصل الاول وبعد كده بتحصل الايه النتيجة يعني النتيجة ان انا سبت دي النتيجة النتيجة دي كانت بسبب ايه بسبب ان انا ما ذاكرتش يعني المذاكرة دي كان لازم تحصل ايه الاول طب هو ده السبب السبب ان انا ايه ما ذاكرتش ده الكوز صح كده يبقى انا لما بستخدم بيكوز لازم هنا ده الايه السبب ولازم هنا الريزلت النتيجة والسبب لازم بيحصل ايه الاول صح يبقى لازم بعد بيكوز هيبقى فيها والبي بي الفيرست اكشن ده السبب وهنا ده الريزلت النتيجة اللي حصلت في الاخر اللي هي سكند اكشن فدي لازم هنا في الايه في الباست ايه في الباست سنتنس صح مثال يعني 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 بيكوز دي هتبقى ايه؟ هتبقى 2-1 صح؟ بيكوز دي هتبقى 2-1 يعني مثلا I failed the exam انا سقطت في الامتحان I failed the exam I failed the exam انا سقطت في الامتحان سقطت في الامتحان ليه؟ Because this سبب I hadn't because I hadn't studied hard عشان انا ما ذاكرتش ايه ما ذاكرتش كويس because I hadn't studied hard ماشي كده طيب نتسيل في الـ في after و as soon as و before or by the time و when بيكوز ازاي نتسيل فيهم كده في السؤال ري رايت هي بويلد الايه هو ايه سلق البيض he boiled the egg بعدين ايه اللي حصل then وبعد كده يعني هو عمل ده الاول then he ate it
وعايزني أربط البيض بإيه؟ بفور. عايز أربط بإيه؟ بفور. خلاص؟ ها ده he boiled the egg. He boiled the egg وبعدين بعد he boiled the egg ها he ate it. يعني ده كده واحد وده ايه؟ اثنين. هو عمل ده then وبعد كده عمل ده يبقى ده واحد واثنين. ده الفيرست اكشن وده السكند اكشن. طيب بيفور بقى بيجي بعدها الفيرست اكشن ولا السكند اكشن؟ ها؟ The second action. يبقى before he ate it. The egg. لا أول مرة أقول the egg وتاني مرة هقول it. يبقى before he ate the egg. Before he ate the egg. The egg. He had boiled it. He had boiled it. ماشي كده؟ طيب كمان جملة. First I heard the news. First I heard. First I heard the news. Then وبعد كده I had it to see her. Then I had it to see him. وبعدين عايز نستخدم ايه؟ after. ها ها خلص الفيرست اكشن الاول يبقى I had it to see him. Ayah, shake.